المريض بيروح من هنا يا دكتور. بقول لك يا دكتور، بالنسبه لسعر العمليه ما ينفعش يعني نهزها شويه او نقسم البلد نصين؟ ايه ده، ايه اللي بيحصل ده؟ ومين اللي بيتكلم؟ حضرتك؟ اه سوري. كات 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 كات. ايه يا ابني، ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ مش حضرتك قلت لي اقوم مخضوض؟ يا ابني انت مريض كان هيموت وفاق تاني، المفروض تقوم تتخضم العمليه، مش تفصل لي في سعر العمليه. يا فندم، ما سعر العمليه ده اكتر حاجه بتخض في الدنيا، اسالني انا يا حبيبي. اتخض اتخض، انت مالكش في التمثيل ولا ايه؟ لا لا لا، على فكره حضرتك اللي مالكش في العمليات، الناس بتتبهدل في المستشفيات يا فندم، الاسعار بقت نار دلوقتي. يا ابني انت مالكش دعوه خالص بتكاليف العمليه، انت تتخض خضت اوضه العمليات مش خضت الخزنه. خضت اوضه العمليات دي ما. طب اقول لحضرتك، انا ممكن اتخض علشان خاطر نسي والفوض في بطني والاهمال والحاجات، او اقول لك موضوع التخدير ده، في رعب من التخدير ده، موضوع شيق جدا. يلا بينا، اتكلوا على الله يا سادس. تخدير ايه وزفت ايه وليله ايه يا فندم؟ ده موضوع التخدير ده بيعمل مشاكل كتير، دي قصه كبيره. انا مرات عمي مثلا ما عملتش ولا عمليه صح خالص في حياتها، دايما يخدروها في حته وتروح تعمل عمليه في حته تانية وكده. انا هظبطك. يلا بص، مفيش الكلام ده، انا مش عايزك تتكلم خالص، انا عايزك تتخض وبس، انت فاهمني ولا لا؟ انا فهمت حضرتك. قافش ليه؟ خلاص، لا اقول لك على حاجه، احنا نعمل شكر للدكاتره في الاول عشان يبقى الفيلم في اوله ظريف كده، او مثلا ايه، من غير تدخل طبعا في شغل حضرتك ولا حاجه، يعني بقول لوجو وزاره الصحه، انا اعمل ايدي كده وهو يقوم نازل كده ساقط، ده كده على الف لمسه في التترات بسيطه ومش مكلفه ولا حاجه، دي جرافيكس. ايه راي حضرتك؟ تتر ايه وجرافيكس ايه ونيله ايه؟ بص انت مالكش دعوه بالموضوع دوت، انا هعمل تعديل في السيناريو ده، هريحك على الاخر. المريض مات يا دكتور. سجلي ساعته الوفاة 11:45 دقيقة. كات. هايل، برافو يا أحمد. حلو قوي، حلو قوي يا أستاذ والله العظيم، ورقيق وظريف وحساس وأحسن من موضوع الخضة والبهدلة دي، سهل خالص. متشكر يا أستاذ، تسلم إيدك يا أستاذ والله. معلش أنا بالنسبة للمشهد اللي جاي أغير هدومي ولا ده إمتى؟ لا لا خلاص، أنت خلصت كده معانا يا أحمد، شكرا. لا يا فندم، أنا عامل دور العيان ده 6-7 مشاهد في الفيلم. مشاهد إيه؟ ما خلاص انا عدلت السيناريو وموتت المريض خلاص، يعني ما مش هصحيك في المشهد اللي بعديه. يعني ايه باشمهندس؟ خلاص فركش يا جماعه، شكرا. يا استاذ رامي، يا استاذ، يا دكاتره، يا باشمهندس، يا بزرق، كنت هعمل دور عيان في الفيلم 6 مشاهد. يلا خليني ميت بصحتي كده احسن. فريش قوي.